بسم الله الرحمن الرحيم. تكلفنا بالمهمة ديال رئاسة المقاطعة عن حزب العدالة والتنمية ابتداء من أكتوبر 2015. وطبعا الحركة عرفتي أنه كان واحد الفترة الأولى ديال الثلاث أشهر الأولى يالله كان استقرار ديال المجلس وانتخاب الهيئات ديالو مبدئيا في غضون شهر جانفي 2015 كنا بدينا كنديروا اشغال تتعلق بواحد المشروع احنا غادي مازال فيه خدامين الان لحد الساعه المتعلق بالترصيف ديال الازقه ديال السباته بواحد النسبه الحمد لله اللي وصلنا لها من بعد هاد ثلاث سنوات واحد النسبه متقدمه جدا. اعتقد انه نكونوا دابا وصلنا لواحد حوالي 70% تقريبا ديال مقاطعه السباته الارصفه ديالها كلها فيها البافي جديد تجددت من جديد. كنا كنرصدوا بشكل سنوي واحد المبلغ مالي مقدر لهذه المهمه. بطبيعه الحال ما يمكنش نتكلموا في هذه الفتره الوجيزه في هذا الوقت القصير اللي اعطيتونا على جميع الانجازات اللي درنا، ولكن نركز اساسا على اهم الانجازات خصوصا فيما يتعلق بالتطوير البنيه التحتيه. قلنا كاين هذا الموضوع المشروع ديال الترصيف اللي سنويه رصدنا ليه مبالغ ماليه مهمه، وكان واعتمدنا واحد الاسلوب في هذه العمليه ديال انه ملي كنبداو الازقه في حي معين كنستمروا في الازقه المواليه مباشره، بمعنى ما بقاش ذاك الاسلوب القديم ديال دير زنقه هنا ودير زنقه هنا بناء على الطلبات ديال بعض الناس ولا تدخل البعض في هذه العمليه. بالعكس مشينا حي بحي وحنا غادي متقدمين في هذه العمليه، وكنظن ان شاء الله رب العالمين في غضون هذه السنه باذن الله تعالى او على ابعد تقدير السنه المقبله يكونوا جميع الازقه ديال مقاطعه السباته اللي كتشمل كذلك المنطقه ديال الحي ديال السلميه، جميع هذه الاحياء ان شاء الله الازقه ديالها في حلتين افضل واحسن. كذلك كاين واحد المشروع اعتقد كذلك اللي هو مشروع رائد اللي بديناه خلال السنه الماضيه وما زلنا نواصل العمل ديالو خلال هذه السنه والسنه المواليه. هو هذه المقاطعه ديال السباته عندها واحد الخصوصيه ديال الممرات الخلفيه، الشيء اللي ربما نادر على مستوى مدينه الدار البيضاء. هذه الممرات الخلفيه كانت واحد الوضعيه مزريه جدا، يعني مليئه بالاوساخ، الاغراس اللي كانت فيها اغراس غير منظمه نابته بطريقه عشوائيه، العمال ديالنا والمستخدمين ديال الجامعه كانوا كيبذلوا بشكل دوري مجهود كبير باش يلاه ينظفوها ويقادوها وداك الشيء. ولكن من بعد ما تفتحت هذا كان القرار العاملي ديال الفتح ديالها كامله لان كانت الناس كيديروا فيها السياج، دخلنا الان كنشتغلوا الداخل ديالها من باب من بحيث انه بدات الان كتنظف وتهيئ بواحد الطريقه جميله، ودرنا فيها الامكانيه ديال الاناره مستقبلا ان شاء الله. احنا بشكل تدريجي ستعم الاناره لهذه جميع الممرات الخلفيه، واعتقد ان المواطنين خصوصا اللي هما مجاورين لهذه الممرات اللي درنا لحد الساعه كيحسوا اعتقد واحد الارتياح الحمد لله لهذه الوضعيه الجديده ديال هذه الممرات. صحيح انه باقي واحد الاشكال مطروح هو الاشكال الامني نظرا لغياب الاناره العموميه اللي مازال ان شاء الله بشكل تدريجي احنا غنديروها، ولكن ان شاء الله كل هذه المشاكل سنتغلب عليها طبعا بمساعده السلطه المحليه. هذا هو اعتقد لان المبالغ الماليه المرصوده ليه كبيره، هذا واحد من المشاريع الكبرى اللي مقاطعه السباته كتشتغل عليها، وهو مشروع ماشي ديال سنه، هو مشروع ديال على الاقل واحد ثلاث سنوات، لان العدد ديال هذه الممرات الخلفيه يكاد يكون 300، وكل ممر خلفي فيه واحد المسافه معينه واحد المساحه لا باس بها، الشيء اللي طبعا كيتطلب موارد ماليه مهمه. وحنا على كل حال كنحاولوا نبحثوا على امكانيه الدعم من جهات اخرى مهتمه بالمجال البيئي لحل هذه الاشكاليه ولتسريع الوتيره ديال هذا الانجاز، ولكن الحمد لله كاين واحد الارتياح كبير عند المواطنين لهذه العمليه اللي حنا قايمين بها. طبعا كاين الاعمال الاخرى اللي هي عاديه من تزفيد ديال واحد العداد ديال الازقه اللي كانت في وضعيه كذلك مهترئه، التهيئه ديال الحدائق كذلك، واحد العدد ديال الحدائق الصغرى الموجوده في بعض الاحياء خصوصا الحي ديال درب الحجر والحي ديال درب الدوام والاحياء ديال درب خالد، هذه احياء فيها واحد المجموعه ديال الحدائق الصغرى كان خصها واحد العنايه خاصه نظرا للوضعيه اللي كانت آلت اليها، والحمد لله غادي في هذا المشروع واحد العدد ديال الساحات اللي كنقولوا احنا لي رون بوان، الساحات
ديال كذلك تهيئناها وخليناها تكون في حلة جيدة. والهدف إن شاء الله احنا رفعنا الصراحة واحد الشعار في البداية، قلنا سبتة كانت معروفة، يمكن سبتة معروفة من اللي بدأت في الأول ديالها، مكان ديال النوم ديال المستخدمين والعمال كيمشيو يخدموا في المدينة ويخدموا مكان أخرى ودايرين الديور فين يجيو يباتوا وداكشي. حنا نريد أن نجعل من سبتة إن شاء الله رب العالمين أن نجعل منها بالشعار اللي رفعنا أجد سالوف سبتة، شعار صحيح. أنا كان أعتقد أنه مش سهل أن الناس تطلع مثلا من الحي المحمدي وتطلع من البرنوسي تقول يلا نمشيو لسبتة نشوفوا ربما شي أجواء أخرى. حنا هذا هدف صحيح أنه ما يمكنش نحقوه في ظرف وجيز، ولكن هذا هدف إلى حققنا إحنا إن شاء الله رب العالمين جزء منه أكيد سيأتي من بعدنا إن شاء الله لنحملوا هذه المسؤولية ويقوم بهذا الواجب بعدنا إن شاء الله رب العالمين. بخصوص الحاجة الملاعب القرب، ملاعب القرب يا أخي على كل حال نحن نجتهد، عندنا إشكالية حقيقية. أنا قلت لك الوضعية دي سبتة هي وضعية خاصة، العقار فيها صفر، إحنا ما عندنا شيء في الجماعة متر مربع واحد تملكه الجماعة إلى خرجتي على الحدائق. ولهذا إحنا خدينا الحديقة دي الصندري وبصراحة وتعسفنا عليها وخدينا منها، وهي مساحة كبيرة ولله الحمد، وخدينا منها واحد جزء باش خصصنا لواحد أربع ملاعب ديال القرب. كيوقع أنها ملاعب ديال القرب قريبة جدا لبعض الأحياء وبعيدة على أحياء أخرى، ولكن ملاعب القرب الأخرى اللي تهيئناها بدون أن تكون معشوشبة درنا منهم واحد العدد ديال 8 ديال الملاعب غير معشوشبة ولكن مهيئة فعلا للأحياء ديال أحياء النصر وأحياء السلمية 2 وأحياء السلمية 1، ملاعب اللي كيمكن الشباب يستغلها ويلعب فيها ولكن غير معشوشبة. في أفق بإذن الله تعالى أنه تحل المقاطعة سبتة بعض الفرص العقارية اللي تستغلها في الإطار إن شاء الله. سيد الرئيس بخصوص الطموح ديالكم المستقبلي، أنا قلت لك رفعنا شعار سبتة هذه فيها أولا واحد المنطقة الصناعية في التصميم التهيئة، كاين واحد المجال مخصص للأحياء الصناعية، نتمنى من الله سبحانه وتعالى على أن نتاح الفرصة وإحنا كنجتهدوا باش هذا الحي الصناعي يعرف الظهور ديالو باش يتيح إمكانيات تشغيل لواحد العدد ديال الشباب ديال المقاطعة، وطبعا وتزيين الفضاء والأجواء الفضاء العيش ديال المواطنين. كي قلت لك في الأفق تعود سبتة ملاذ ديال الناس يجيو يشوفوا سبتة ويعرفوا شنو فيها ويتساروا فيها كي قلنا إذا تمكننا إن شاء الله. بخصوص ختاما بخصوص يعني المكون اللي تسير يعني في المقاطعة الحمد لله ولله الحمد على هذا المستوى، كاين واحد انسجام تام بيننا وجميع الإخوان أعضاء المجلس. احنا 22 مستشار اللي محسوب على مستوى مقاطعة سبتة، كنجتهدوا أن يشيع داخل هذا المجلس نوع من الأجواء الطيبة أو التفاهم طالما أن الغرض هو المصلحة ديال المواطنين. ولهذا احنا أنا دائما أركز مع الإخوان كاملين مش المشارب السياسية، كنقول لهم يمكن استعملنا لافتات سياسية باش ندخلوا الانتخابات وهذا طبيعي لأن كل حزب خصو يرفع الشعار ديالو وباش يصوتوا عليه الناس، ولكن وحنا في المجلس الآن ما كاينش شعارات سياسية ما كاينش حسابات سياسية، احنا الآن موجودين كلفونا المواطنين بواحد المسؤولية، احنا موجودين باش نخدموا المواطنين، وبالتالي الحساسية السياسية وقتها غادي يجي، الآن وقت العمل والاجتهاد من أجل المصلحة ديال المنطقة وديال المواطنين. شكرا سيد الرئيس، حافظك الله ورعاك. شكرا.